بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. البكور إلى مجالس الحديث. طبعا البكور إلى مجالس الحديث وإلى مجالس العلم عموما، إلى كل مجالس العلم ينبغي الإنسان أن يعني يسارع إليها في البكور. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بالبصرة، قال: أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عائشة، قال: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان ابن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فكل من بدأ عملا ما في البكور فتصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى. هنا فقط أحبابنا رجوعا عن خطأين كنت في الدرس السابق أظن وفي الدرس الذي قبله مر معنا اسم المروروذي، وقلنا بعد ذلك المروذي، نعم المروذي تمام. قلت في الدرس السابق أنه أنا راجعت أن المروروذي فما وجدت هذا، نعم، وقلت هذا خطأ من النساخ. فبعض الإخوة جزاه الله خيرا يعني ردني إلى بعض المصادر فموجود المروروذي، وكأن هذا نسبة إلى مروروذ أظن مروروذ، فكأن النسبة إلى المروروذ المروذي أو المروروذي يصح الوجهان يعني. فيوجد كثير من أكثر من واحد يعني من نسبته المروروذي إلى، فإذا كلاهما صح المروروذي أو المروذي، كلاهما صواب وكلاهما منه كثير إلى، يعني كثر من أولئك المحدثون أو المحدثين الذين نسبوا أو الرواة الذين نسبوا إلى مروروذ أظن هكذا تقرأ يعني. ما شيخ وفي نسختنا قال مروزي. هي في يوجد اثنان يعني توجد نسبتان المروذي أو المروذي تمام أو المروروذي، يعني كلاهما موجود. أنا كنت في الدرس السابق قلت أن المروروذي غير موجود، ولا كنت قد بحثت سبحان الله، ولكن لم أهتدي إلى واحد ممن نسب إلى ذلك. ولكن ماذا عندنا في نسختي المروزي بالزاي؟ نعم بالزاي. بالزاي. إيه لعله شخص آخر، بس أنا هو المروروذ بالذال وليس الزاي، والله أعلم. حتى ما أنسى، أظن سيأتي الآن معنى هذا الاسم مرتان ثانية. نعم. قال: أنبأنا القاضي أو أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد ابن الحسين ابن أحمد الحرشي بنيسابور، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم،
قال حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الصواف، قال حدثنا جعفر ابن أبي حمزة عن أحمد بن بشير عن شبيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد ابن السري أو ابن السري النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري قال حدثنا يوسف بن أحمد ابن الحكم النصري قدم علينا مجتازا. مولانا نعم عندنا مكتوب البصري يعني ابن حكم البصري البصري إيه لعلها نسخة لعلها نسخة أين قدم علينا مجتازا. إيش يعني مجتازا أحبابنا؟ يعني مرور طريق. قدم علينا مرور طريق. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة يعني هو مر لا ليقيم إنما مر بطريقه في هذه البلدة. قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع قال سألت ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فقال في طلب العلم والصف الأول يعني في الصلاة. قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة ابن أحمد الزهري الخطيب بالدنور قال أخبرنا علي بن أحمد ابن علي بن راشد قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الجارود قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق 1000 غداة يعني 1000 صلاة فجر. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ بأصبهان قال أخبرنا عبيد الله ابن أحمد الخشاب قال حدثنا الحسين بن معاذ قال حدثنا سلامة ابن شبيب قال حدثنا ابن الأصبهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد ما بال حديثك منتقد إنا يقول تحت المحقق الكتاب وجاء في المحدث الفاصل للرام هرمزي منتقى قال وهي المناسبة لسياق الكلام ما هو الصحيح يعني الصواب أن تكون والله أعلم منتقى وليس منتقد من النقد ما بال حديثك منتقى قال لتركي العصائد بالغدوات لتركي العصائد بالغدوات يعني لم أكن مشغولا بتناول الطعام لم أكن مشغولا بتناول الطعام كما يفعله كثير من طلاب الحديث يبدأون أول نهارهم بتناول الطعام وبعد ذلك ينطلقون إلى طلب العلم قال لا أنا كنت أبتدئ نهاري بطلب العلم فلذلك كان حديثي متميزا عن حديثي غيري. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن وهذا أحبابنا ملاحظ هذا ملاحظ أنا أدركت بعض الشيوخ حدثنا أنه يعني كان في أمثال أوقات الصباح ربما لا يحضر المجالس قال وبعد 10 سنوات جالست أصدقائي وأقراني فإذا بهم قد سبقوني بكتب حدثوني أنهم قرأوا على شيوخنا المشتركين بيني وبينهم قرأوا عليهم كتبا أنا ما قرأتها هكذا يقول أنا ما قرأتها في وقت صلاة الفجر يفعل الشيخ درس بعد صلاة الفجر كنا نواظب على هذا الدرس ولكن أنا كأقول أنا لم أكن أواظب عليه فقرأوا كتبا كثيرة فاتتني إيه نعم فحصلوا من الخير الكثير الذي فاتني نعم. فهذا مما ينبغي التنبه له هذا الإنسان لا يشعر به إلا بعد مضي زمان عندما يقول قرأت الكتاب الفلاني والفلاني فلان يعدد كتبا قد قرأها على الشيوخ الذين
فلان يعرفهم ويقول متى قرأت هذا كله؟ يقول كنا نقرأ بعد صلاة الفجر مثلا بشكل يومي، فأنجزنا كتبا كثيرة. فبعد ذلك يعود بالندم ولكن لا ينفع. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة من الصباح إلى المساء وهو يطلب العلم. قال أخبرنا علي بن أحمد ابن المقرئ قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس، يعني الآن هو يريد كأنه يريد أن يخرج من بيته قبل أذان الفجر، فتقول له أمه انتظر قليلا حتى يؤذن للصلاة وحتى يصبح. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، يعني أنه يقول بكرت الإمام أحمد بن حنبل يعني خرج قبل الفجر ينتظر درس الشيخ. إيه نعم. أما الآن في هذه الأزمنة وهذا لاحظناه، يعني لاحظته أنا عبد الله الآن ولاحظته لما كنا أثناء أحضر دروس شيوخنا، يحضر الشيخ ربما مع طالبين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يبدأ الطلاب بالحضور هكذا، فمع آخر 10 دقائق من الدرس يكون ما شاء الله صار الحضور أكثر من 100. طيب هذا الذي حضر متأخرا يعني هل نفعه من الدرس كمن حضر فقرأ الدرس من أوله؟ يختلف تماما. حتى سبحان الله نتاج أولئك الطلاب الذين يأتون متأخرين تجدهم دائما متأخرين، تجدهم دائما يعني في طيلة حياتهم يكونون متأخرين دائما. أما الذي يحضر دائما مبكرا تجده دائما في المقدمة، حتى في قادم أيام 20 أو 30 سنة تجده في المقدمة. نعم يا قواش اسأل. معنى العتمة أرجع إلى العتمة؟ العتمة يعني عند غروب الشمس، يعني مع غروب يعني بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يعني وقد أظلمت الدنيا، أظلمت غابت الشمس وانتهى ودخل الليل. شكرا أستاذ جزاكم الله خيرا. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا عمر بن بشران قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أحمد يعني ابن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلامة بن عقار يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر، ولم يجئ في المجلس الآخر يعني لم يتكرر حضوره، معنى قوله ولم يجئ في المجلس الآخر يعني لم يتكرر حضوره، فيدرك آخر المجالس، فيدرك آخر المجالس كما أدرك أولها، كما أدرك أولها. إيه نعم. إذا ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فيأس من خيره، يعني أراد بذلك أن طالب الحديث، طالب الحديث ينبغي عليه كما قال قبل قليل ابن يحيى بن القطان أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة، معنى ذلك أنه يخرج من بيته ليحضر مجالس الحديث فلا يفوت على نفسه أبدا مجلس حديث، فكلما انتهى من مجلس أتبعه بمجلس آخر، فإذا فرغت فانصب، وإذا فرغت فانصب. مولانا نعم النسخة كده يعني في يعني ومعلفه معلقة في يده يعني معلفه كتبه ومعلفه والمعلف معلفه نعم يعني كيس الطعام. نعم مولانا كتب هكذا تحته، كتب كيس الطعام يعني والمعلفة ما يوضع فيه الطعام
دعاءه وحاجاته طلب إيه. العلم. والله جيد، هذه نسخة أفضل، هذه أفضل. إيه، ومعلفه معه، يعني كيس الطعام يضع طعامه في كيسه، قال إذا جاع يأكل فلا يحتاج إلى العودة إلى البيت، وهذا يدل على علو الهمة في طلب الحديث. لأن في نسخة ولا نكتبها عندنا نسخة ومعلفه، يوضع فيه الطعام. قال مشي الطالب على تؤدة من غير عجلة، هذا من آداب طلب العلم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر. ايش؟ فيأس من خيره. فيأس. ايوه، فيأس من اليأس. يعني لا ترجو خيره. يعني ذلك الطالب الذي لا يستوعب جميع وقته في طلب العلم فلا ترجو خيره. وإنما ترجو خير طالب علم يستوعب وقته كله بطلب العلم. لذلك قال علماؤنا، قالوا قديما: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فهذا المراد، استغراق الوقت كله، كل الوقت بطلب العلم. فهمت؟ أي حديث؟ إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر، يعني ولم يتكرر حضوره لمجالس العلم بحيث انتهى مجلس الحديث الآن، فينبغي أن يحضر المجلس الثاني والثالث والرابع حتى تنتهي مجالس العلم كلها، بعد ذلك يعود إلى بيته. أما الذي يحضر مجلس ويغادر بعد ذلك لا لحضور مجالس أخرى، إنما ليذهب لبيته لينام ويأكل ويشرب وغير ذلك، فهذا ليس بطالب علم. الحمد لله. قال مشي الطالب على تؤدة من غير عجلة. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي. قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث. قال حدثنا وهب بن بقية. قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا مشى كان يتوكأ. كان يتوكأ، أن يقول محقق الكتاب ذكر كلاما نقرأه، وهو كتاب كلام مفيد في هذا المجال، المحقق الكتاب عندنا الدكتور محمود الطحان، يقول: وكأن معنى الحديث على غير ما استشهد به المؤلف، أن المؤلف يستشهد بالحديث على أن الإنسان يمشي بتؤدة، والحديث يدل على أن الإنسان يمشي بعجلة، فقد ساقه الخطيب يستشهد به على المشي بتؤدة أي على مهل، وظاهر الحديث يفيد هذا، لكن شراح الحديث كلهم أفادوا أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشيه، وأن معنى يتوكأ يسرع. فقد قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث: أي لا يتكلم، كأنه أوكأ فاه فلم ينطق. ومنه خبر ابن الزبير كان يوكأ بين الصفا والمروة سعيا،
والمراد سعى سعيا شديدا. قال الأزهري: الاتكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديد، وهذا كلام دقيق من محقق الكتاب، كلام جميل. يعني هو أراد أن يبين أن استشهاد الخطيب رحمه الله بالحديث ليس في محله عندما، وهذا يظهر إذا فهمنا المراد من الحديث، والله أعلم. أو نقول الشيخ يعني الخطيب رحمه الله استشهد بما يدل عليه ظاهر الحديث، بما يدل عليه ظاهر الحديث. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد ابن محمد القطان، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا يوسف ابن كامل، قال: حدثنا عبد السلام ابن سليمان الأزدي عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سرعة المشي تذهب بماء الوجه، تذهب بماء الوجه. طبعا الرواية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، ببهاء المؤمن، وهذا ما أكد عليه كذلك محقق الكتاب. طبعا سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، هذا ما لم يخشى أو ما لم يخشى الماشي من بطء السير أن يفوته أمر ديني، أو خشي أن يفوته مثلا درس أو فائدة إلى غير ذلك، فلا بأس بعدها أن يسرع، ولكن يسرع سرعة يعني لا تخل ببهائه. يعني إذا كان راكب سيارة مثلا ما يسرع كثيرا بحيث يضر نفسه ويضر بالآخرين ويعرض نفسه للشتم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال: حدثني أبو يعلى الطويتي، قال: أخبرنا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة بن حكيم، قال: حدثني أبو بكر الوزان، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: قال شعبة: ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، صاحب حديث، طالب علم يخشى أن يفوته درس العلم، فهو طالب العلم يعني كالنحلة ينتقل من زهرة إلى زهرة، لا يسمح لنفسه أن يفوته مجلس علم ما دام قادرا على حضوره. هذا الأصل في طلب العلم، علو الهمة، علو الهمة. سرعة المشي تذهب، قلنا الثابت بماء الثابت وبهاء المؤمن، ماء الوجه. هلا فلان تقول فلان أراق ماء وجهه، وجهي بمعنى أذله، بمعنى أذل نفسه. وكذلك الذي يسرع بالمشي، يسرع بالمشي ربما يظهر على وجهه علامات، يعني تتغير ملامح وجهه، تتغير ملامح وجهه، وربما يلهث. نعم، يعني هذا هو المراد، هذا المراد بأن سرعة المشي ربما تظهر على وجه الإنسان يعني علامات، نعم، تسيء له، علامات غير جيدة كتقطيب الحاجبين مثلا، هذا إذا كان يسرع في المشي. قال: أخبرنا أبو علي عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري، قال: أخبرنا أبو أحمد أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم السرخسي بهراه، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن محمد ابن مصعب السبخي، قال: حدثنا القاسم بن محمد المهلبي، قال: سمعت أبا عاصم يقول: سمعت شعبة يقول: ما فقه رجل طلب الحديث على دابة، ما فقه رجل طلب الحديث على دابة، يعني كأنه يرى، والله أعلم، أن طلب الحديث لابد أن يكون صاحبه يمشي على قدميه، أو أنه أراد، والله أعلم،
أنه ما فقه رجل طلب الحديث على دابة أراد بأن طلاب الحديث وطلاب العلم ليسوا منعمين، ليسوا متنعمين، إنما هم بعيدون كل البعد عن التنعم. نعم، هذا كأنه هذا مراده والله أعلم. هذا مراد أن الطالب الحديث وطالب العلم هو غير متفرغ، هو غير متفرغ حتى لتنظيم شعره ولا لتنظيم ثيابه، يحتاج إلى من يعتني به، يحتاج إلى من يهتم به. نعم، أما هو ما عنده وقت، ما عنده وقت لغسل ثيابه، لطبخ طعامه، تنظيم بيته إلى غير ذلك، ويحتاج إلى من ينظم له. لعله هذا هو المراد. قال: تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. طالب العلم أو طالب الحديث. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الحسن ابن علي بن عفان قال: حدثنا حسن بن عطية قال: حدثنا حسن يعني ابن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول. قصير الكمين يعني الكمان هكذا قصيران نوعا ما إلى الرسغين، وكذلك طول القميص من أسفل كان إلى فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين. ذكر في مرقات المفاتيح الشيخ علي القاري قال تعقيبا يعني قال: في رواية ابن عساكر، هناك في حديث في رواية أخرى في ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس قميصا فوق الكعبين، فوق الكعبين، نعم، مستوي الكمين بأطراف أصابعه، يعني كان الكمان إلى أطراف الأصابع، كمه طويل، كانت كمه طويلا، وكان قميصا قميصه طوله إلى فوق الكعبين، وهو على خلاف هذه الرواية. هذه الرواية كذلك عن ابن عباس يقول: قصير الكمين، قصير الكمين، يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذا ولبس ذا. وهذا أحبابنا، هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما اعتاد قومه أن يلبسوه. لذلك بعض المشايخ المعاصرين من أصحاب يعني الجواب الحاضر الذكي كان يعني، وأنا أحب هذا الرجل سبحان الله، كان يحضر مرة مجلسا من مجالس محاضرة في دولة ما، هو معتاد أن يلبس لباس الجلابية ويضع يعني عمامة على رأسه أحيانا أو غالبا، فيومها كان يلبس الطقم العادي الفرنجي هذا مع الكرافات، لابس كرافي ويلقي المحاضرة. فأثناء المحاضرة قام أحد المشوشين المشوشين قام وسأله، قال له: يا شيخ، أنت جزاك الله خيرا يعني تحاضرنا عن السنة ومكانها والتزامها وانضباطها والانضباط بها، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس؟ ما هو لباس النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هو أراد أن يعني يتهكم بالشيخ، أنك أنت الآن تخبرنا عن شيء وأنت غير عامل به، فماذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الجواب: كان يلبس كما كان يلبس أبو جهل وأبو لهب. وهذا الجواب صح، هذا الجواب صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثياب قومه، الثياب التي كان يلبسها أبو جهل وأبو والوليد وعقبة وأبو سفيان وغير عبد المطلب وأبو طالب وغير ذلك، هي عبارة عن القميص والعمام إلى غير ذلك، فكان يلبس ثيابهم نفس الثياب.
فأراد أن أجابه جوابا محكما. فالإنسان يلبس ثياب قومه، يلبس ثياب قومه ما دامت لا تخالف الشريعة طبعا، نعم، ضوابط الشريعة. فإذا هذا اللباس الذي كان يصفه ابن عباس، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذا مرة وذاك مرة، وعلى كل كان هذا لباسا متعارفا عليه بين قومه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا دعلج ابن أحمد، قال أخبرنا معاذ ابن المثنى، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال أخبرنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن عمته عن عمها قال كنت أمشي وعلي برد أجره، يعني على الأرض، قال فقال لي رجل ارفع ثوبك عن الأرض يعني فإنه أتقى وأنقى، قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت إنما هي بردة لي ملحاء، فقال أما لك في أسوة، أما لك في قدوة، قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه، يعني فوق الكعبين. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن محمد ابن إبراهيم الأشناني بنيسابور، قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن عبدوس الطرائفي، قال حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي، قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي، قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون، يعني يريد أن يعني يستحضر أذهان ومسامع الصحابة، ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. إيش يعني البذاذة؟ يعني رثاثة الهيئة وترك الترفه وترك إدامة التزين وترك إدامة التنعم في البدن والملبس، ألا يعرف الإنسان بالمتنعم وألا يعرف الإنسان بالمترفه. نعم، وهذا يكون من باب الإيثار للخمول بين الناس لألا يعرف بين الناس. نعم، فقال إن البذاذة من الإيمان. إيش يعني إن البذاذة من الإيمان؟ قال يعني البذاذة التي هي رثاثة الهيئة، طبعا لا يعني رثاثة الهيئة أن تكون الثياب متسخة، لا، المقصد من ذلك ألا يعتاد الإنسان التنعم، كما قلنا ألا يعتاد الإنسان التنعم، يعني أن يعيش الإنسان بالمستوى الذي هو يليق به، لا أن يتطاول وأن يظهر للناس ما ليس هو متحقق فيه من نعيم مثلا أو من دنيا، وإن عاش دون ذلك برتبة يكون أفضل، أو أن لا يتنعم دائما، يعني لا بأس أن تظهر عليه نعم الله ولكن لا يتنعم بشكل كي لا يعتاد النعمة، لأنه ربما يفقدها في يوم من الأيام ماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن البذاذة من الإيمان، يعني من أخلاق أهل الإيمان، من أخلاق أهل الإيمان. طبعا هذا إن قصد بذلك التواضع، إن قصد بذلك التواضع، وإن قصد أيضا بذلك الزهدة، وقصد كذلك كف نفسه عن الفخر وعن التكبر، لا أن يقصد مثلا أن يظهر للناس الفقر، ولا يقصد بذلك ادخار المال والبخل، وإلا فهذا ليس من الإيمان، هذا ليس من الإيمان. ليه؟ قال لأن في ذلك تعريض، لأن في ذلك تعريض النعمة للكفر، هذا يكفر نعمة الله عز وجل، وهذا يعرض عن شكر الباري عز وجل. فإذا
دائما الضابط عندنا أحبابنا، الضابط الشيء يكون حسنا وقبيحا مرتبط هذا بالنية والمقصد. فمن يعني قلل من التنعم، قلل من التنعم وربما لبس الثياب غير الفاخرة وهو يملك الثياب الفاخرة من باب التواضع، من باب التواضع هو يريد أن يزهد نفسه، أن يهذب نفسه، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. نعم. أما إن كان يستطيع أن يلبس ثياب فاخرة ولكن لبث الثياب الرخيصة هذا ولم يقصد بذلك التزهد والتواضع وتهذيب النفس، هذا بخل، هذا بخل وليس من أخلاق الإيمان. لذلك يروى، قرأت في ترجمة زين العابدين أنه كان مرة يمشي في الطريق وكان عليه ثياب فاخرة، ثياب فاخرة ثمينة غالية الثمن، فناداه بعض الفقراء الصوفية يعني نعم، فقال له يا ابن رسول الله أنت يعني فلان الفلاني والمعروف بكذا وكذا وتلبس هذه الثياب، فماذا تركت لأبناء الدنيا وأبناء الخلفاء والأمراء وغير ذلك؟ فقال له تعال، قال فأخذ بيده وأدخل يده إلى ما تحت الجبة الفاخرة، قال فإذا به يجد ليف، يلبس ثياب من ليف. فقال هذا الذي تراه في الظاهر للناس وهذا الذي في الداخل لي ولربي، أنا أهذب نفسي. فكل واحد منا أحبابنا، لذلك يعني نحن لا ينبغي لنا دائما أن ننظر للناس بعين النقد والانتقاد. أنا عندما أنظر إلى غيري دائما بعين الانتقاد وعين الاعتراض دائما تجد بيني وبينه فرقة، تجد بيني وبينه فرقة وبعد وتجاف. أما إذا نظرت إليه بعين الرضا وعين المحبة وعين الألفة جميع ما بيني وبينه من قواطع تزول. وسبحان الله دائما الإنسان خطأ أن يرى الشيء من جانب واحد. فلأعطيكم مثال، الآن أنتم الآن تروني إيه؟ ماذا ترون أمامي؟ ترون أن ما شاء الله المكتب مهذب، أما في الواقع أنا لو أني حولت قليلا لكم الكاميرا لرأيتم المكتب عندي هنا مليء بالكتب وعشوائي تماما. فالآن الصورة تعطيك أن المكتب هنا مرتب، ولكن في الواقع المشهد غير ذلك تماما، الكتب متراكمة هنا وتحتاج إلى من يرتبها وإلى آخر ذلك. فالأصل من هذا الكلام أحبابنا ألا ينظر الإنسان دائما للآخرين من زاوية واحدة. فإذا نظرت يعني حتى أنت، أنا إذا نظرت إليك من زاوية واحدة ربما لا تعجبني، وأنت إن نظرت إلي من زاوية واحدة ربما لا أعجبك. فلذلك الأصل يعني دائما أن نحاول أن ننظر لبعضنا البعض بعين الرضا كي تتساقط تلك القواطع، لأننا والله أحبابنا بحاجة أن نجتمع، بحاجة أن نتآلف. الذي قادنا لهذا الكلام هو حديث يعني اعتراض ذلك الرجل على زين العابدين رضي الله تعالى عنهم. إذن البذاذة أحبابنا من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قال أخبرني أحمد بن محمد ابن عبد الواحدة المروروذي. قلنا يوجد أكثر من واحد ونسبته إلى مرو الروذ بالذال وليس بالزائنة، ولعل النسبة لهذه كما قلت قبل قليل المروروذي، لعل النسبة إليه المروذي والمروروذي. نعم، والله تعالى أعلم. إذن قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الضبي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول أما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش
وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. يقال فلان بذي الهيئة رث الملبس، والله أعلم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس وموسى بن الحسن الكوفي بمصر، قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة عن عقيل عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله يحب المتبذل، يحب المتبذل يعني التارك للزينة تواضعا لله وتواضعا لعباد الله، التارك للزينة. إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس، لا يبالي ما لبس، لا يبالي ما لبس، يعني هل هو من الثياب الفاخرة أو هو من أدنى اللباس وأقله قيمة، لأن ذلك أحبابنا هو عدم المبالاة بلبس الثياب. هذا هو دأب الأنبياء وشأن الأولياء كما قالوا. إنعم، فبعضهم قال، قال بعض الحكماء إن صح التعبير، قال البس، وهذا كلام والله جميل أنا يعجبني، البس البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك، البس من الثياب ما يخدمك، ما يستر عورتك ويجعلك بين الناس بهيئة جميلة لا تستصغر ولا تحتقر ولا تستغاب. إيه نعم، ولا يستهزأ بك. البس من الثياب ما يخدمك، ما يحقق غايتك من حفظ ماء وجهك وكرامتك بين الناس، ولا يستخدمك بحيث إنك تمشي في الطريق وأنت تخشى على ثيابك أن تتسخ، أن يفعل أحد، وهكذا إلى غير ذلك. فالبس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك. نعم، فإذا التبذل أحبابنا ليس المراد أن يكون الإنسان متسخ الثياب وغير، لا 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 لا، أنت إن لبست ثيابا جديدة جميلة وتقصد بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، وقلبك خال تماما من الكبر والعجب وغير ذلك، فهذا أمر عظيم حسن. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقلبه خال من العجب، من العجب والكبر على عباد الله عز وجل. أما إذا كان القلب مليئا بالعجب والكبر، اترك هذه الثياب والبس ما هو دونها، والبس ما هو دونها تواضعا حتى يخرج هذا الكبر وهذا العجب من القلب. وهكذا الإنسان أحبابي يحتاج إلى موجه، يحتاج إلى مربي، يحتاج إلى من يرشده ويدله على الطريق. وهذا الكتاب يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يكون أحد الموجهين لنا وأحد المربين لنا. إذن إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان اللهيتي التغلبي، قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد، قال حدثنا محمد بن عبدوس، قال حدثنا سريج بن يونس، قال سمعت يحيى بن يمان يقول عهدي بالحديث لا يطلبه إلا مخرق الثوب، لا يطلبه إلا مخرق الثوب. إيش يعني مخرق الثوب؟ يعني إنسان فقير ما عنده مال، بذل وقته كله في طلب العلم، ما عنده مال يكتسب، ما عنده مال يرتزق، فحتى ثوبه تخرق، لا يجد مالا يشتري به، أو لا يجد وقتا يشتري غيره، ما عنده وقت
يشتري ثوبا غير هذا الثوب الذي ربما صار باليا، أن يذهب عند الخياط ويشتري القماش ويأخذ قياس ويذهب مرة مرتين، ما عنده وقت، ما عنده وقت. وأحبابي في الواقع يوجد أناس أنا أعرفهم الآن ما عندهم وقت، حتى لقضاء حوائج أهل بيتهم ما عندهم وقت. فلا تستغرب وتتعجب، هل معقول يوجد؟ نعم يوجد. قال عهدي بالحديث لا يطلبه إلا مخرق الثوب، وسمعت الثورية يعيب العلم. قال وما سمعت الثورية، سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث، وما سمعت الثورية يعيب العلم قط، ولا من يطلبه، ولا من يطلبه. قالوا ليست لهم فيه نية، يعني هؤلاء الذين يطلبون العلم ليس لهم في طلب العلم نية. ماذا كان جوابه؟ قال إن طلبهم للعلم نية، إن طلبهم للعلم نية. وهكذا الكامل لا يرى إلا الكمال في كل الخلق، هذا هو الكامل، لا يرى الكمال، لا يرى إلا الكمال في الخلق. أما الناقص فلا يرى إلا النقص، لا يرى إلا أن ينظر فيعدد عيوب الآخرين. لك يا أخي أين الكمالات التي فيهم؟ وهل يخلو إنسان من كمال؟ وهل يخلو إنسان من جمال؟ وهل يخلو إنسان من خير؟ أبدا. فلماذا لم ترى عينك إلا النقص؟ لأن هذا الرأي ناقص. أما لو كان كاملا لرأى الجمال في الخلق، لرأى الجمال في الخلق. قال سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد ابن عمرو ابن علي الصابوني يقول حدثنا أبو علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن عبد الله بن داود الخريبي فقال يا بني كان رجلا له هيئة، فقلت له يا أبا وما كانت هيئته؟ قال كان قميصه مقببا، كان قميصه مقببا، يعني كان يهتم بثيابه، يهتم بثيابه، فكأنه يعني يعيب عليه ذلك. ولا عندنا بعض العلماء في الشام سبحان الله، يعني عندهم من الأناقة، منهم من توفي ومنهم من يوجد الآن. عندنا أحد شيوخنا، أحد الشيوخ الشافعية الذي أخذت عليه من الفقه الشافعي، كنا إذا أردنا نذهب لزيارته في البيت زيارة خاصة لا يخرج إلينا أبدا إلا بالثياب الكاملة الجميلة الأنيقة، أي نعم، ويتطيب ويسبح، يعني يظهر أمامنا بأجمل صورة، بأجمل صورة. وكنا نرى في الواقع والآن أن نعتقد ذلك، كنا نرى من ذلك منه شيئا جميلا، وحتى يعني ربما يعني نقلده في هذه الأمور لأننا نراه شيئا يبعث السرور في نفس الطالب عندما يلتقي بشيخه وقد التقاه على هذه الهيئة، يعني التي فيها الاحتفال بالقادم، يعني الاحتفال بهذا القادم. والله تعالى أعلم. على كل، لا ينبغي لطالب العلم أن يلبس ثيابا تحط من قدره وتحط من قيمته بين الناس. الشيخ الآن يتحدث عن طلاب العلم المبتدئين الذين هم مشغولون يعني عن هذه الأمور، فلما يصبح للإنسان له مركز اجتماعي معين أو يصبح يعني يشار إليه بالبنان فلا ينبغي أن يظهر إلا بالمظهر اللائق. وعلى كل أحبابنا، لكل زمان أعرافه الخاصة، لكل زمان أعرافه الخاصة. الآن في زماننا نحن، الآن في زماننا، يعني ربما لو أن طالب علم، يعني مرة من المرات أنا أذكر تماما هذا الكلام من 20 سنة، كنت جالسا مع أحد، يعني هو عنده مصنع يعني يعتبر من التجار، فكان يقول لي عنده ولد كان يأتي إلى المسجد عندي، ذكي وذهنه صافٍ،
وهمته عالية، فقلت له حبذا لو تصرف ابنك هذا لطلب العلم الشرعي سيخرج منه خير كثير. قال لي لا 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 لا، علم الشرعي لا. قلت له ولماذا وأنت يعني؟ وكان هو في الواقع كل ما حصل معه مشكلة يأتي إلي لأحل هذه المشكلة. فقلت له وأنت ما تعتريك مشكلة إلا وتتصل بي وتطرق بابي لأحل هذه المشكلة لك، أنا من دون سائر الخلق، فلماذا؟ قلت لي لا 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 لا. قال يا أخي أنتم المشايخ دائما فقراء، ما معكم فلوس، دائما فقراء. قلت له الكلام غير صحيح، أكبر دليل أنا الآن العربية التي عندي خارج المسجد، وكان تقريبا صار لي شاري العربية شهرين أو ثلاث. قلت أنا كنت في منطقة في يعني اسمها ببيلة، فقلت له أتحداك أن يكون شخص في ببيلة يركب هذه العربية التي أركبها أنا، ما أحد يركب هذه العربية. فليس قال لي أنت واحد، أما معظم الشيوخ فقراء. فقلت له طيب سيأتيك الجواب قريبا. سكتت سبحان الله، أنا ما عندي وقت أني أخذ وأعطي معه يعني. بعد شهر أو شهرين توفي شيخ عندنا في المنطقة، شيخ كبير بالسن، شيخ طريقة يعني. وجاء الشيوخ من كل حدب وصوب ليعزوا به، لأنه هو كما قلت شيخ طريقة ومعروف يعني. فذهبنا للتعزية وكان هو معي، فلما ذهبنا أغلقت الطرق، فرأيت بعيني أنا سيارات كثيرة، عربيات فخمة. فهو اسمه أبو محمد، يا أبو محمد تعال. قلت هذه العربيات كلها لمن؟ قال لي ما شاء الله الشيوخ للعلماء، ما شاء الله كل شيخ معه عربية وتنتين وثلاثة. فقلت له إذا العلماء ليسوا فقراء. أم تذكر الحديث الذي جرى بيني وبينه وبعد ذلك تابعت الحديث معه. قلت له يا أخي تعال أنت الآن، إذا فعلنا مناسبة نسبة تناسب أتينا للطلاب العلم والمشايخ الموجودين عندنا مثلا ألف واحد، عندنا ألف واحد سنجد 60 أو 70% منهم منعمين، أو 80% منعمين يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فإذا نظرنا إلى عامة الناس نجد المنعم منهم 20 أو 15%، فأيهما نسبته أعلى؟ أنا أحاول أن أقنعه بأن يعني ليس من الضروري إذا أنت كنت طالب علم أن تكون فقيرا، ليس من الضروري ذلك. أنا وكنت كانت عيني سبحان الله على ولده أن يطلب العلم، ولكن سبحان الله ما قدر الله له ذلك. إذا أحبابنا هذه أعراف بالنسبة للثياب وغير ذلك، فدائما الإنسان يتبع عرفه. فالآن لو أن الآن في عرف أي بلد لو أن الإنسان أراد أن يلبس جبة مرقعة لعيب عليه ذلك، لعيب عليه ذلك، أن العرف يقتضي الآن، يقتضي أن تلبس ثيابا فاخرة، لأن الآن أحبابنا صار إيمان الناس بعيونهم، صار إيمان الناس بما تراه أعينهم. إذا رأك الناس تضع عمامة كبيرة ولحية طويلة ومعك جبة وخلفك 4 أشخاص 5 أشخاص هم أتباع لك، إذا أنت إمام المسلمين. أما إذا رأوك بقميص عادي وطاقية حليق اللحية أو بلحية بدون طاقية أو ما طاقية بيقولوا فلان يعني درويش، وقد تكون إمام الدنيا أنت، قد تكون إمام الدنيا. فالناس إمام إيمانهم بما تراه أعينهم. لذلك يعني مطلوب منا نحن كطلاب علم أن نظهر للناس بالمظهر اللائق، كي إذا احتاجوا إلى مسألة ما يأتوا لسؤالنا، يأتوا لسؤالي عن أمور دينهم، ولا يمنعهم يعني بذاذة المظهر عن الإعراض عن السؤال. والله تعالى أعلم. يعني أنا هذا الذي أراه أن المجتمع الواقع يعني يقتضي غير هذا الكلام، والله تعالى أعلم. المهم قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن بكير التاجر قال أخبرنا عبد الله ابن إبراهيم ابن أيوب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس ابن كامل قال حدثنا أبو معمر قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى
مسعر وأخبرنا عنده عفوا وأنا عنده وعليه ثياب جياد، فقال أنت من أصحاب الحديث؟ فقال نعم. فقال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث، من طلب الحديث فليتقشف وليمشي حافيا، يعني كناية عن التزهد، هذا كناية عن التزهد. وفي الواقع أحبابا أنا لاحظت هذا، أن الذين يشتغلون بالحديث سبحان الله يعني أوصافهم الظاهرية نعم هي أقرب إلى الزهد. الذين يشتغلون بالحديث ملبسهم وربما مأكلهم وربما مجلسهم هم أقرب إلى التواضع، هذا ملاحظ أنا أعرف يعني كثيرين، هذا ملاحظ تماما، باستثناء البعض تجده يعني كالسلاطين، هذا باستثناء البعض، إذا مشى وإذا حدث وإذا هو كسلطان تجده، أما الأصل فيهم التواضع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا بلنا واحفظنا. نعم كلمة مقبب أنا شيخ شرح قلت مقبب، أنا قلت تحت الشيخ بالتعليق، المقبب هو الذي تخاط به قطع القماش للزينة، هذه هي القبة، هذه هي تراها. فبعض الثياب الفاخرة ربما يوضع، هل هذه مرة معنا بالفقه، أن ربما يوضع عليها حرير، توضع هذه الحرير، المذهب عندنا أنه لا تجوز هذه لأن فيها استعمال، فربما يضع شيئا هنا عليه الزينة، واضح؟ فهذا المراد بالمقبب، فهمته؟ والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.